أنا ما بدي أرجع عيد كلامي بنوب. يا الله. أمي تعوا شيلوا هالجريدة من قدامي، تعوا خدوها، شيلي هالجريدة، شيلي هالشي، يعملوا شي. عم تشوفي؟ لا ما بدي شوف هالجريدة هون بنوب. إيمي إيمي على السريع يلا. ليش عمتي هنا خافت بعد ما شافت الجريدة؟ يلا خديها يلا بسرعة. يا الله شو عم يصير فينا؟ مو طبيعي الشي اللي عم يصير معنا. أمي خدوها خدوها بنتي. شبك أمي؟ ليش عم تصرخي؟ شوفي احكيلي أمي ليش خايفة؟ شبك من شو خايفة قليلي؟ قلتلك وما صدقتيني. هي رجعت هالمرة في دليل. فيكي تشوفي الجريدة، رح تشوفيها بعيونك. طيب شو شفتي فيها؟ ما فيها أي شيء أمي. ليكا هون البقالة مكتوبة بالصفحة الثالثة، متأكدة قريتها. عمتي شوفي مين يلي رجع. انتي عن مين عم تحكي؟ لا عاد حدا يسأل هنا شي، خلاص تركوها ترتاح. وانتي طلعي لبرا، عم قلك طلعي من هاي الغرفة. امشي. استني ستي، انا متأكدة في شي مكتوب بالجريدة زعج عمتي هنا. شو ما كان نحن منهتم فيها، هاي مسألة بتخص عيلتنا، لهيك ما في داعي تتدخلي فيها. أنا بس كنت عم حاول ساعد عمتي. خبرتك إنه ما بدنا مساعدتك. يا أمي قليلي أنت شو يلي شفتي بالجريدة احكي. قصة من 22 سنة، كيف ممكن يكتبوا خبر عنا بجريدة اليوم قليلي؟ وين الخبر يا أمي؟ طلعي بالصفحة الثالثة كاتبين عن قتل مرة، حتى أنه هن كانوا كاتبين اسمها بالكامل، زينات رحماني. راحت روح حكيها لمرتك أحسن ما تفضح كل شيء، ووقتها ما بنعرف شو يلي رح يصير فينا قدام الكل. هنا اهدي شوي ماشي. صدقيني انا شفتها. خلص روقي شبك اهدي. ما في هيك مقاله بالجريده امي، اكيد تخيلتيها. لا بنتي انا ما تخيلتها، متاكده شفتها مكتوبه بالجريده، حتى اني شفت صوره زينات. كيف صار هيك واختفت؟ كيف ممكن الصفحه تختفي؟ خلص هنا لا عاد تفكري بهي القصه، تعالي خدي دواكي وارتاحي لو سمحتي.